هلال والاتحاد. حمد المنتشري يعتبر اللاعب الوحيد الموقوف في المباراة بداعي الكروت. ترتيب فرق دوري زين بعد مباريات اليوم: الهلال مؤقتا في المركز الأول ب 32 نقطة، والفتح في المركز الثاني أيضا ب 32 نقطة، لكن الهلال يفرق عن الفتح بيتن، لأن الهلال الأول ب 13 مباراة، لعب 13 أول من كأس الاتحاد العربي للأندية لكرة القدم، واكتفاء المدير الفني السيد فتح الجبال بالجزء التكتيكي اللي تركزت عليها التدريبات من اللعب السريع والانتشار وتنفيذ العرضيات المثالية. واختتم الجبال تدريباته بتمارين الإطالة. من جهة أخرى، أعلنت إدارة نادي الفتح عن تجديدها لعقد لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول فايز العلياني لموسمين رياضيين قبل دخول فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي. حقق المدرب الأرجنتيني غوستافو كوستاس الذي تولى العام الماضي تدريب النصر السعودي إنجازا كبيرا بقيادة فريق برشلونة لإحراز لقب الدوري الإكوادوري. برشلونة هذا فريق إكوادوري مو برشلونة الأسباني. 30 نقطة لكل منهما. أرجع أقول هذا برشلونة الإكوادوري وليس الأسباني. راح نتكلم على مباريات دوري أبطال أوروبا، بس قبلها راح ناخذ طبعا مداخلة مع ضيفنا اليوم في برنامج غرفة 11 محامي نادي الاتحاد السابق الدكتور عمر الخولي. حياك الله معنا دكتور. دكتور طيب بنشوف الاتصالات. الدكتور اليوم كنا نتكلم على كثير من المواضيع. موجود الدكتور معنا؟ طيب بنشوف الحين. بنرجع مرة ثانية نذكر بأرقام التواصل، حاب يتواصل معنا STC 8-348 موبايلي 630-590 زين 732-22. دوري أبطال أوروبا مونبلييه الفرنسي وشالكة الألماني رح تكون المباريات الساعة 11 إلا ربع كلها، يعني بعد نهاية برنامجنا بربع ساعة. مباراة باريس سان جيرمان مع بورتو البرتغالي، مباراة ريال مدريد الأسباني مع أياكس أمستردام الهولندي، دينامو زغرب الكرواتي مع دينامو كيف الأوكراني، ميلان الإيطالي مع زينت تان الروسي، مالقا الأسباني مع أندرلخت البلجيكي، بروسيا دورتموند الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي، أولمبياكوس اليوناني مع أرسنال الإنجليزي. روح مرة ثانية لضيفنا اليوم في برنامج غرفة 11 الدكتور عمر الخولي، طبعا هو محامي كان في نادي الاتحاد في فترة سابقة. نحييك ونرحب فيك معنا في إذاعة ميكس اف ام دكتور عمر. مرحبا، مساك الله بالخير والمستمعين الكرام، ويعني الله يحييك. الله يحييك، سعداء بتواجدك معنا دائما. الله يسعدك ويبارك فيك دكتور عمر. يعني أنت طبعا أحد العاملين كنت في فترة سابقة في نادي الاتحاد. أول شيء، بما أن اليوم كانت مباراة الاتحاد والرايد، الاتحاد يعني لحق بالتعادل في آخر وقت، كان خاسر بهدفين للا شيء. رأيك في مستوى الاتحاد الآن يعني بصفة عامة قبل ما نبدأ في محاورنا؟ المستوى الفني لنادي الاتحاد الواقع أنه غير مقنع في الفترة الأخيرة. يعني الفترة الأخيرة فيها يعني هذا الموسم والموسم الماضي ليس الاتحاد على مستوى الذي عهدنا على مدى أعوام يعني خلت. للأسف طبعا تعرض يعني لهذا أسباب، يعني عملية اضطراب إداري ويعني بعض الأمور التي استعصى حلها ولم تستطع الإدارات المتعاقبة أن يعني توصل إلى حلول جذرية لها بحيث يعود الاتحاد إلى سابق مجد وعهده. طيب الدكتور عمر الخولي، أنت كنت موجود في فترة سابقة في كمحامي لنادي الاتحاد، هي كانت نفس فترة رئاسة اللواء محمد بن داخل صح ولا لا؟ نعم، كنت عضو مجلس إدارة ومشرف على الشؤون القانونية في النادي.
طيب الدكتور بصراحة الآن أنت تشوف الظهر على السطح، يعني نشوف الفرق مثلا بين إدارة اللواء محمد بن داخل والإدارة الموجودة الآن برئاسة محمد فايز. الآن نشوف أن كل يوم يطلع مشكلة جديدة، لاعب وده يفسخ عقده مع نادي الاتحاد، لاعب يحتاج على نادي الاتحاد، نشوف أن مثلا سعود كريري بند موجود في العقد، هل فعلا في عقد مختلف عن العقد اللي تم توقيعه أثناء تواجدكم في النادي بصفتك كنت محامية، كده طلعت على العقد اللي تم توقيعه مع اللاعب سعود كريري أيام ما إدارة اللو محمد بن داخل. الآن طبعا الأخوان في النادي الاتحاد يقول أيمن نصيف بعد ما مسك بالتكليف ألغى العقد الأول وتم توقيع عقد ثاني جديد مع اللاعب، هل هذا صحيح؟ والله هذا ما سمعته، لكن لست على يعني علم قطعي أو اطلاع عليه. العقد الأول نعم رأيته، وهو الذي تم توقيعه، ويفترض أن يكون هو ساري المفعول يعني يتم إلغاء العقد الأول الذي تم تسجيله يعني في رعاية الشباب ويتم عقد آخر. هذا لا علم لي به إلا أني سمعت عنه واقع، وهذا طبعا عمل خاطئ يعني إن صح. طيب الدكتور عمر، الـ 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 العقد الأول اللي كان في فترتكم أيام اللي هو محمد بن داخل، كان العقد يعني تم اعتماده ورفعته للاتحاد السعودي ولجنة الاحتراف؟ حسب معلوماتي نعم انه تم تسجيله هناك، لكن يعني هذه المعلومات اللي بلغتني بصوره واضحه، لكن الاجراء هذا لست يعني لم اكن مكلفه بمتابعته حتى المرحله الاخيره، فلكن بلغني انه تم اعتماده عن طريق لجنة الاحتراف. نعم. طيب الدكتور بصراحة أنت كمحامي ودكتور ما شاء الله يعني ما تغيب عنك اللوائح والأنظمة، عقد المفروض أن يكون ساري المفعول، يتم ألغاء العقد وتوقيع عقد جديد عشان بند اللي هو اللي كان يطالب فيه سعود كريري بممكن إخلال بالعقد إذا ما تم استلام أي مبالغ مالية، هذه من ناحية قانونية كيف تفسرها؟ وش عقوبتها مثلا؟ أتكلم على إلغاء عقد وتوقيع عقد جديد، هذه ليس لها عقوبة سوى عدم سريان العقد اللاحق، يظل العقد المسجل في لجنة الاحتراف هو ساري المفعول. أما طبعا أيمن الأستاذ أيمن نصيف كان رئيسا بالتكليف في ذلك الوقت وكان له صفة، ويعني لا أعلم لماذا أقدم على هذا التعديل دون اللجوء إلى لجنة الاحتراف، لكن طبعا الأصل في العقود أنها تتم بتراضي الطرفين. وكان يعكس أو يعبر عن إرادة الأدي المهندس أيمن، لكن ما لا أعلم ظروف أو ملابسات التعديل تماما، ولا أستطيع القطع بأن هل تم أهو ملحق للعقد أم عقد جديد، ولا أستطيع الجزم بأنه تم تسجيله في لجنة الاحتراف العقد اللاحق. يعني ممكن يكون أنت قصدك أن يكون تعديل على العقد الأول، ملحق تعديل تم بإرادة الطرفين. طبعا يعتمد إلى أي درجة قدم النادي تنازل، ما هي ظروف السماح أو منح هذه الميزة للاعب لا أعلم، لكن إجمالا كان يعني يفترض أنه مصلحة النادي تراعى المألوفة، أو منح اللاعب شروطا غير مألوفة أو شروطا ترجح العقد لمصلحة اللاعب، فهذا طبعا خطأ، وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى تدهور يعني النادي، لأنه من يمثلون النادي بعضا منهم يعني ما كانوا يعني أذعنوا للظروف ولم تتم مراعاة مصلحة النادي. أنا لا أقصد عقد سعود تحديدا مع المهندس، لكن يعني لست على علم الحقيقة، ما سألت المهندس أيمن ما هي سبب الظروف أو ما الذي ألجأ إلى التعديل. لجنة الاحتراف طبعا فقط انها تحت ثلاث نسخ اصلية، واحدة عند لجنة الاحتراف، فما يرتضيه النادي وما يرتضيه اللاعب فتقبل به اللجنة، ليست اللجنة الاحتراف ليست طرفا في العلاقة بين اللاعب وبين النادي، فهي فقط تحتفظ بالنسخة تكون مرجعية لديها في حال وجود خلاف بين الطرفين، لكن لا تتدخل في تفاصيل العقود. لكن لو ثبت دكتور عمر أنه العقد القديم اللي في عهد اللي هو محمد بن داخل قد ألغي وفي عقد جديد
بتوقيع أيمن نصيف، وتم طبعا الموافقة عليه من لجنة الاحتراف. يعني تعتبر لجنة الاحتراف يمكن مشتركة في الخطأ بشكل كبير. ليست مشتركة، هي طالما أن الطرفين قد ارتضيا هذا العقد يعني لا تثريب على لجنة الاحتراف إن هي قبلت به، لكن يعني ما كان ينبغي على النادي أن يقوم بتعديل عقد يرجح فيه مصلحة اللاعب بهذه الصورة. يعني تظل لجنة الاحتراف جهة محايدة تحتفظ بنسخة مرجعية من العقد. طيب الدكتور عمر، من الناحية القانونية الآن طبعا تتكلم على الأمور المالية، طبعا تدخل فيها طبعا من ناحية قانونية والمبالغ المالية وش لك وش عليك والمصروفات والإيرادات وكل الكلام هذا انت عارفه. الآن بالنسبة نشوف أن معاناة نادي الاتحاد مالية مو على إدارة واحدة، على إدارتين ثلاثة أربعة خمس، وتتوالى وتتزايد المديونيات. وين الخلل؟ يعني مثلا ميزانيات ما يتم تسليمها من إدارة الإدارة، يعني أي إدارة جديدة مثلا تجي في نادي الاتحاد ما في تسليم، مثلا الرئيس السابق أو المستقيل ممكن يسلم للرئيس الجديد أو للإدارة الجديدة، ولا وش اللي قاعد يصير بالضبط؟ ولا في التكتم على المواضيع هذه؟ الواقع والأندية الطبيعة القانونية للأندية هي خليط ما بين أنها أندية عامة مملوكة للدولة، أموالها أموال عامة وأموالها أموال خاصة. لا يمكن الجزم فصل الصفتين هذه عن تلك. الواقع الذي يتم آلية التسليم يعني تنص اللائحة على أنه يجي مراجع قانوني ويشوف نفقات النادي وإيراداته خلال الفترة على الجزء الخاص أو المال المملوك للأفراد أكثر من الإعانة التي توفقها الرئاسة على الأندية. أي بس أنت في اتهام لكم دكتور عمر من الإدارة الحالية أنه كانت في أرقام مختلفة تماما عن اللي تفاجأت فيها إدارة محمد بن فايز الآن كمديونيات لنادي الاتحاد. هم ما كان يعني ما كانوا يتابعون عشان يعني عنصر نقول بعنصر المفاجأة، هم كانوا يمكن توقعاتهم كانت مختلفة، لكن الإدارة عند التسليم فعلا جابوا مراجع قانوني قام بإعداد الميزانيات وسلمها لهم، لكن الإدارة الحالية أخفقت كثيرا في كثير الأمور. فلا بد أن هذا طبع البشر يعني لا يقر بخطئه إنما يعزو الخطأ لآخرين من حوله ومن قبله ومن بعده، وهكذا بالنسبة للأمور المالية. الإدارة المالية الإدارة الحالية كل مقاومتها وكل رغبتها في التخلص من الإدارة السابقة هو باقتراب موعد عقود الرعاية التي سوف تنتهي، يعني أو ندخل فترة 6 أشهر التي يجوز فيها التفاوض مع رعاة آخرين تدخل بعد أيام في يناير. صحيح. في يناير. بعد كده هذه هي المرحلة الهامة التي يعني أتى البعض من أجل التوقيع على هذه العقود ثم الحصول على العمولات مقدما، وبعد ذلك ما يهمنا النادي إيش يصير فيه، نسلم وخلاص نعطي الإدارة اللي بعدها نقضى منا 5 سنوات من الرعاية. والآن الرعاية أعلى، رعاية النادي ليست كالسابق، الآن يتعدد الرعاة ويتعدد المستثمرون، وأنت تعلم أن الاستثمار في المجال الرياضي هذا علم مستقل بنفسه سواء من ناحية المفاوضات أو من حيث صياغة العقد. بالأسف الشديد إذا كان الشخص الذي يحاول يبرم العقد وضع في ذاته أو في نفسه أنه يحصل على عمولة معينة، فهنا يترتب على هذا التضحية بمصالح النادي الكيان. طب بصراحة بكل أمانة دكتور عمر، معلش المقاطعة، بصراحة بكل أمانة جمهور الاتحاد أكيد يسمعك الآن، الشريك أو الراعي نادي الاتحاد الآن STC، صحيح أنه في شركات لأشخاص أعضاء شرف نادي الاتحاد يأخذون نسبة من هذه الشراكة وينتظرون الشراكة القادمة اللي يعني يأخذون نصيبهم أيضا من الشركة القادمة؟ والله هذا هو الشيء اللي يعني ما يظهر من واقع عندما قمنا بدراسة العقود السابقة. يعني لا أنا ما أبغى دكتور عمر اللي يظهر، في وجودك في نادي الاتحاد كان فعلا الراعي اللي هو STC كان في مبالغ يعني خلينا نقول 20-30% تروح لشركات ثانية أصحابها طبعا اللي هم أعضاء شرف في نادي الاتحاد نسبة من STC؟ بكل أمانة ما عند تحليلنا هذه العقود كان من الواضح أن هناك شخص يعني هناك أشخاص أو شركات خاصة تنتفع لها مصالح في هذه العقود. كم شركة دكتور؟
أكثر من شركة، أكثر من شركة، العقود موجودة وهناك هذا، وبعض الشركات يعني يزعم أنه لا يتقاضى شيء أو هو متنازل الله أعلم، لكن إحنا علمنا أن آلية هذا الأمر يكون في المقدمة وبعدين إخفاء الرقم الحقيقي. يعني للأسف طبعا الشركات الخاصة ليس هناك رقابة محاسبية عليها من جهة يعني ديوان المراقبة العامة أو جهة حكومية، فتستطيع أنها تذكر رقم معين ثم بعد كذا يتضح عدم صحة هذا الرقم، أو يعني في ناس يأخذوا مقدما عمولات معينة نتيجة توقيع العقد ويظل النادي مكبلا بها 5 سنوات. طيب دكتور، سؤال الأخير لك الآن، من حكم خبرتك كرجل قانون، تتوقع أن مشكلة الاتحاد في الفترة الجاية ممكن أنها تنتهي ولا ممكن تتفاقم بشكل أكبر؟ تنتهي وتتفاقم بكل أسف. يعطيك العافية دكتور عمر، شكرا لك ولتواجدك معنا عبر إذاعة مكس إف إم، يعطيك العافية. شكرا. كان معنا المحامي السابق لنادي الاتحاد الدكتور عمر الخولي. طالعين الفاصل وراجعين مع برنامجكم غرفة 11. طبعا نذكركم مباريات اليوم من دوري أبطال أوروبا، وآخر أخبارنا اليوم تعليق عضوية الهند في اللجنة الأولمبية الدولية. كشف مصدر في اللجنة الأولمبية الدولية اليوم أن اللجنة تعتبر انتخابات اللجنة الأولمبية الهندية المقررة الأربعاء ليست مطابقة للميثاق الأولمبي، ولهذا تم تعليق عضويتها. وأضاف المصدر في رسالة نصية عبر الهاتف هذا الأمر رسمي، وذلك بعد أن اتخذت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية قرارا بتعليق عضوية الوفد الهندي لأجل غير محدد. الله يستر على عضويتنا. نلقاكم إن شاء الله بكرة في برنامج الجولة من 6 حتى 7 مساء. تصبحون على ألف خير.